أحلى وأجمل مسا كرنفالي من مهرجان خرفكان المسرحي. اليوم أنا سعيدة جدا لما أشوف هذا الجمهور المتواجد اليوم، لقاء الجمهور مع الفنانين. سعيدة جدا بوجود هذا الكم الكبير من العروض المسرحية الكرنفالية، وأيضا الفرق اللي موجودة في المهرجان من أغلب الدول العربية. أقول يعطيكم ألف عافية جميعا القائمين على هذا المهرجان أكثر من رائع، دائرة الثقافة والإعلام، إدارة المسرح، الأستاذ أحمد برحيمة، المتطوعين والمتطوعات، المنظمين والمنظمات، يعطيهم ألف عافية وشكرا لكم. إن شاء الله بالتقدم بإذن الله تعالى. شكرا لكم.